السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي منصة رواق الإدارة الصفية الفعالة. ها نحن عدنا إليكم خارج إدارة الصف وخارج بيئة الصف. نحن هنا في مدينة بدر حسون، حيث الطبيعة، حيث الزراعة، حيث الصناعة، حيث التجارة، حيث نموذج يمكن اصطحاب الأبناء والتلاميذ إليه لكي يتعرفوا على هذا المشهد مع صاحب المشروع ومع رائد هذا المشروع الدكتور بدر حسون. نلتقي به ليعرض لنا بشكل سريع ولكم، إذا ما أتاه معلم مع طلاب الصف ماذا يقول لهم حول هذا الأمر ليستفيدوا في مجال التربية البيئية، التربية الزراعية والتربية التجارية. أهلا بك حج وسعداء بحضرتك جدا. تحياتي دكتور، أنا الله بدي يسلمك. لكم أنا كمان سعيد بموضوع تثقيف الشباب بموضوع البيئة، لأنه البيئة الأم هي أمنا، فكل شيء اهتمام بالبيئة حتى الاستثمار بالبيئة أمر جيد، أمر بيخلي هالطبيعة هالبيئة هالأم بصحة جيدة، نعم. وبالتالي بتنعكس علينا كلياتنا هالجودة. فنحن بنقول بقرية بدر حسون البيئية نموذج عالمي للاستثمار أو للصناعة الخضراء أو للاستثمار البيئي. فأنا هون بأرجي عملية كاملة من الزراعة، أول شيء الفكرة، لأنه اليوم بتعرف أنت دكتور الإنتاج ببلش بفكرة، فأول شيء بدك تنتج فكرة تكون قادر تنتج. فنحن بنبلش من الفكرة، بنروح للبحث، بنروح للزراعة، بعدين بنصنع. فوقت اللي أنا بقول لك مشمش مثلا، يعني بشغلنا نحن هذا المشمش، نعم، هذا كل شيء فيه يستثمر، يعني الخشبة والعجوة والفروت كله له شغل. يعني أنا آخر شيء بعد ما أشيل الفروت من المشمش، الفروت اللي الوش يعني، وأعمل مربى وأعمل عصير، بدل عندي العجوة اللي هي بنسميها الخشب. عندنا النقاية يعني، اللب. اللب، فهيدا بروح بيطلع منه الخشب، بيطلع منه اللب الداخلي. الخشبة بتروح على الشديير بياخد منها طاقة، مي سخنة وبخار، واللب بشيل منه زيت، بيطلع منه شيء مهم جدا للكوزماتيك، وبقايا اللب بتروح على فلات الحيوانات. ممتاز، تدوير. تدوير، وكمان حتى الوسخ اللي بينزل من الحيوانات بيروح كمان على الارض، برجع على الارض. السماد. هذا عدا عن التصبيغ اللي انا عم اعمل محطه غاز. نعم. يعني كمان هذا بينزل بمحطه الغاز، فبالتالي انا بدي اقوله انه اليوم اللي بيستثمر بالبيئه ما بيغلط نهائيا، شرط انه يكون عنده الانتاج الفكره، يعني قادر يطلع فكره. اجمالا التقليد نحن اليوم اللي دمر البيئه هو كل العالم تقلد بعضها. والله راح واحد عمل مصنع كذا، هالمصنع هذا انتج وتطلع مصاري، بيروح التاني بيعمل مثل حكيه، التاني بيعمل، باخر الشيء دمروا البيئه تبعيتهم، وهن من حيث لا يدرون او يدرون. نعم. اما اذا وقت بيكون في فكره وفي وعي وفي فهم للبيئه وللمحيط، فاخر شيء بيطلع انتاج جيد. فنحن بقرب بدر حسون البيئي نموذج الانتاج الاخضر، انا يروق لي اني اسميه الانتاج الاخضر او الصناعه الخضراء، لانه صديق للبيئة. نعم. يقولون في علم الإدارة الصفية الفعالة أن الأستاذ يصطحب طلابه ليذهب إلى الخبير لكي يخاطب الرأي العام ويخاطب الطلاب والتلاميذ فيما لا يملكه المعلم. والآن أنا أسألك، هذه قرية أولى على مستوى العالم في إنتاج الصابون. متى بدأت صناعة الصابون؟ عطيه نحن بعائلتنا، نحن بال 1480 ميلادي، اذا 1480 ميلادي بعائلتنا في طرابلس بالمدينه القديمه. نعم. انا طبعا اكيد بين ما يسمى بالثوره الصناعيه، يعني بال 1910 15 كل المصالح القديمه اللي مثل هيدي كلها تقريبا بلشت تروح تموت. نعم. ويحل بدل اليد العامله مكنه، بدل الطبيعه كيمياء. فانا اخر شيء رجعت على المصلحه هيدي بال 93 1993 اخذت قرار اني انا اكون هون بالمصلحه هيدي، واخترت هذا المكان وانطلقت بفكره قديمه جديده. يعني انا اخر شيء ما فيني اقطع عن الكادر التراثي والتاريخي تبعي، نعم، لانه هو كنز الحقيقه ومنه هين ابدا، بس طبعا الزمن غير زمان والناس غير ناس،
لحتى اقدر فوت بالفكره هي الطبيعيه تفوت بالحقيقه على يوم اليوم الحقيقه ما على طول حدا بيتقبلها. صحيح. فانا عندي حقيقه، فلحتى اقدر فوت هالفكر الحقيقي على دماغ العالم لازم يكون عندي كمان انا فكر مقنع. يعني انا لازم اوجد افكار مقنعه. نعم. فاللي اشتغلت عليه انا انه طلعت بافكار مقنعه وقدرت اني انا اقدم لك هالشغل القديم كثير في شكل وفي صوت بشكل جديد وبتتقبله وبتحبه. فاللي صار انه انا اعتبر المجدد على راس 100 سنه. الحمد لله. واضح من المنتجات الرائعه الجميله، واضح من البيئه واختيار المكان. نعم. و احسن اختيار المكان. نعم. هو اختيار المكان هو من ضمن افكاري. نعم. يعني حتى الديكوريشن اللي قائم والقصص اللي هي كلها تتقلها شغله، انا اعتمد فخامه البساطه. نعم. هالفلسفه هيدي انا بعتمدها ومكبش فيها على الاخر، وهي كل افكاري بتنطلق من هالمنطلق انا. فخامه البساطه. جميل. لانه البساطه يعني السامبل يعني والاورجانيك امر فخم جدا. ودي الفطره اللي ربنا خلق بها. بالمية ما في افخم منها. ما في افخم من انك تكون حقيقي. صحيح. شو ما عملت. صحيح. يعني قد ما تزينت وتزوقت اخر الشيء الحقيقه هي اللي بتثبت. والفخامه كلها والعظمه كلها هي الحقيقه. الله سبحانه وتعالى من اسوء الفتنة الحق. سبحان الله. فدائما الصناعه الخضاء هي شيء حقيقي. وانا شغلي هو من الحقيقه. فهذا اللي طلابك حيشوفوه على الأرض. وحضرتك نموذج الآن يتابعك أكثر من 1200 معلم، وهناك أساتذة في الجامعة يلتحقوا بهذا البرنامج. هدفنا هو أن نقول أن الإدارة الصفية ليست ما يحدث داخل الصف فقط، وإنما اصطحابهم إلى البيئة الخارجية، وأن المقررات الدراسية وما فيها من ضيق أحياناً على أولياء الأمور وعلى الأبناء إنما تنفتح وتتسع عملية التعلم عندما نرى بالمشاهدة والمعاينة. هنا جميع أنواع الصابون في العالم، هنا مراحل تصدير إنتاج الصابون، مش بس الصابون، وإنتاج الأعشاب وإنتاج العطور وإنتاج الزيوت، بل إنتاج ما هو خاص بالثروة الحيوانية والثروة النباتية. يعني نموذج لقرية بيئية. نموذج لقرية بيئية. وأنا أتمنى أن أطلعهم عليا في الملف القادم، حتى الآن خدوا الصورة من صاحب المشهد، سمناها البيئة التراثية الحضارية. صحيح. الاثنين مع بعض. صحيح. وأنا سعيد جدا أن حضرتك الآن بتكلم المجموعة. وهذا ليس دعاية للقرية، وإنما هو واجب طبيعي. صحيح. علينا أنه المدارس تخرج وتأتي إلى هنا، والجامعات تخرج وتأتي إلى هنا حتى تتم عملية التعلم، وحتى تكون الصورة الذهنية أقرب إلى الواقع. أما يسمع عملية التقطير بتتم إزاي، يجي يشوف هذه الماكينة رقم 2 في العالم بعد الماكينة الموجودة في فرنسا. وشو يعني ومنين المنطلق اليوم لك شغلي؟ نعم. دكتور نحن منا بعازل دعاية، لأنه نحن أصلاً منتجاتنا لا تكفي السوق العالمي. ده حقيقي. يعني أنا عم أصنع وأنا صدقاً ما بلحق أصنع. نعم. فأنا ما بدي دعاية لحتى بيع، ما فرقنا معي. ده صحيح. بس أنا في شغلة مهمة جداً. بحب أنا الفكرة كمان توصل لطلابات. نعم. إنه الفكر الإنتاجي وإنك تكون كرييتيف يعني. نعم. هذا أمر مهم جداً. يعني أنا مثلاً رحت على مصر. أنا صرت رايح على مصر تقريباً شيء 7-8 مرات. وارجع عيد كلمة القاهرة. ارجع عيد كلمة القاهرة بيني وبين نفسي القاهرة. كيف تسمت القاهرة؟ يعني طلعت على مصر، التراب تبعها بيطلع مصاري. الحجار تبعها بيطلع مصاري. يعني أنا إذا بتحطني بمكان بمصر وباخذ الإمكانيات الكاملة أنا قادر أعمل كثير. الفكرة إنه أنت شو قادر تعمل؟ اليوم البشر هن المكان بأهله. أيوه. مش بالمكان نفسه. فكيف بك اذا كان المكان غني جدا؟ فانا بقول انه اي اشكال اقتصادي بيكون سببه أهلي. انا هيك بشوف. ولما كان المكان باهله هننهي هذا الملف الان ونشوف المكان في الخارج لمن يحب ان يتابع. لمن يحب ان يتابع موقع ان شاء الله سنضع لهم باذن الله تعالى. انت معنا برا خارج المكان. فضل. شكرا جزيلا.